أيها الإخوة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الزراعة والغرس، وما ذلك إلا لإعطاء وإضفاء جو من الخضرة والجمال والندرة والجلال حتى تكسو هذه الأرض. وكذلك الله سبحانه وتعالى زين الأرض بجنات وبساتين، كما قال سبحانه: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا ألوانه، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. فالزراعة تعطي انطباعا للإنسان بقيمة العمل، ثانيا بما يمكن أن يضيفه من نفسه في هذه الحياة، فلا بد أن تضيف كل يوم شيئا جميلا مميزا في دنياك، أعني بذلك أفعال الخير وما تقدم من صدقات ومن بر وإكرام وإحسان إلى الجيران وإعالة للأيتام والأرامل وما إلى ذلك. الغرس من قيم هذه الحياة الدنيا، والزرع كذلك. هذا قصر الجعفرية في مدينة سرقسطة الإسبانية في صباح هذا اليوم الخميس 29 من شهر مارس 2018 للميلاد. مع السلامة.